أول سؤال أو مش سؤال يعني كان طرحه لي أخ، بعث لي يقول لي شوف أول نشيد وطني جزائري في 1936 نشيد الحرية، يقول لي وعلاش غيروه قسما؟ الأخ يقول لي يعني جزاك الله خير، جاوبني. نشوفوا النشيد يتكلم عليه الأخ تاع 1936. يحيى حزب الشعب الغالي، بلد شباب إفريقية، بلد للاستقلال مثال دعوة الوطنية، والتحية حزب الاستقلال، تحيا الجزائر مثل الهلال، وأحيا فيها الوطنية. النشيد هذا هنا نسمعوا فيه في كلوب دي بان في نادي السنوبر في سنوات السبعين، لما طلب كان المتطوعين للثورة الزراعية اجتمع معهم الله يرحمه مفتي زكريا، ولقى قصائد شعرية وغنوا معاه الأغنية هذه اللي كما سمعوا في البداية أغنية مخصصة لحزب الشعب ونجم شمال إفريقيا. نجم شمال إفريقيا هو أول حزب لطلب الاستقلال، وكان طالب الاستقلال لكل شمال إفريقيا يعني الجزائر تونس والمغرب، وتأسس في سنة 1927 أسسوا صالح الحاج الله يرحمه، ومن بعد تأسس حزب الشعب دائما مساء الحاج هو اللي أسسه، لما نزل شمال افريقيا يعني صراو له مشاكل وتقمع من طرف الاستعمار، تأسس دائما في فرنسا من طرف العمال المهاجرين، بعد تأسس لو بي بي حزب الشعب الجزائري، ولما ثاني كيف كيف قمعوا الاستعمار تأسس حركة الحريات، موفمون بور لوتريا، حركة انتصار الحريات والديمقراطية، لو تريومف دي ليبرتي لا ديموكراسي، لا دي ليبرتي ديموكراتيك. وهذا النشيد هذا كتبه مفتي زكريا، بعد هو اللي كتب قسما، وعمرهم ما قالوا بلي هذا نشيد وطني، هذا نشيد حزب، هذا نشيد حزب. بينما قسما كتبوا الله يرحمه مفدي زكريا نفس الشاعر بطلب من قيادة ثورة التحرير، جبهة التحرير الوطني، طلبوا منه باش يعمل نشيد وطني، وهذا كان شنو مدوه لما كان قالوا لحن جزائري والله نسيت اسمه واش حاضر الان، ومن بعد عطاه واحد مصري فوزي ثاني ما واش حاضر الاسم، يعني نتكلم بلا ماني محضر، يعني ما كنتش محضر انما فقط يعني هكذا بار ميموار، نتكلم دو ميموار. دونك قسما هو النشيد الوطني الاول والاخير، الآخر نشيد الحرية كان نشيد كتبه مفدي زكريا، مفدي زكريا من المناظرين الأوائل، ناظر في حزب الشعب كما ناظر في جبهة التحرير، ناظر يعني، وطبعا مؤسسي جبهة التحرير الوطني كلهم خارجين من حزب الشعب. حزب الشعب علاش خرجوا له الطريق المناضلين العربي بن مهيدي وعبان وايت احمد كامل خرجوا على خاطر مسالي الحاج الله يرحمه كان ديكتاتوري، كان كل شيء يسمي عادي من عنده داير، هذا اللي خلى في السجل التاريخ تاعو ومده طويله والناس يعني تجاهلوه، وهذا بعد يرتكب اخطاء ماشي على جال الخطا تمحي له كل شيء. مسالي الحاج كان ضد اندلاع ثوره نوفمبر 54
وصل به الحال إلى تشكيل حركة اسمها الحركة الوطنية الجزائرية الأمنة، واللي دخلت في معارك مسلحة مع جيش التحرير الوطني، يعني صار فيها بزاف حوايج. لهذا قولوا باللي قسما، وهذا شيء معروف، انه هو النشيد الوطني الاول بالنسبه للجزائر، الاول والاخير على كل حال. فيه سؤال اخر، انور، فيه اخ لانه العربيه مكتوبه حروفها صغيره بزاف كيجي في الايميل. تحياتي أستاذ عبود، أرى أنك التزمت الصمت عما يدور جنوب الجزائر، لا أظن أنك لم تسمع بانتفاضة الأزواد والطوارئ للمطالبة باستقلال جنوب الجزائر، حيث قتل 18 جندي جزائري وأسر العشرات. ألم تسمع بهذا يا أستاذ؟ أم أنك بلعت لسانك لكي لا تحرج الكبرانات؟ أم أنك استفيت إلى جانب صحافة بودورو كما نسميها، يعني أنت اللي تسميها مش أنا اللي تسميها، أنت منين سمعت صحافة بودورو كما قلتهاش أنا؟ أرجو أن تتحلى بالشجاعة اللازمة، وكان نقص شجاعة، وتتطرق لما يجري جنوب الجزائر. خليك راجل إلا على الله وعليك، عليك خليك راجل، واحد نذر كيما أنت يجي يوري لي راني راجل ما راني شرف، خليك راجل ولتزم بلاد لسانك. أنا مانيش نكرة مثلك أنت وتكتب باسم مستعار حتى رسالة إيميل. أقول لك أنا ما نكتبش نتكلم في دعايات، ما تجي دعاية، لأنه كاينة صحافة مغربية سمعت حتى هي تعامل كما الصحافة الجزائرية تاع بودو، راحت المغرب عند صحافة بودو ويبداو يفتعلوا الأكاذيب ولا لا، ويحب تحبني انا نصدقها كيما ما صدقتش حكايه اجتماع اسرائيل بين المخابرات الفرنسيه والمغربيه والاسرائيليه، ما نصدقش حكايه يقول لك انه في الازواد والتوارق راهم دايرين حركه ويطالبوا بالاستقلال، و داروا الاخر قتلوا 18 ضابط، هذا قال جندي، الاخر يجي يحكوا 18 ضابط، الاخر يقولوا 16، وداروا اساروا العشرات. يعني الناس اغبياء ويلا، لو هذا الشيء يحدث يعني وكالات الانباء يغيب عليها هذا الشيء، هذا الامريكان وفرنسا وكذا يغيب عليهم، اللي عندهم ساتيليت يعرفك واش راك تاكل في دارك، باش نجي انا نصدق واحد مختل عقليا تحبني انا نولي كيفك، وانا انا راجل عليك، ولا قال لي خايف من الكبرانات ولا تحب، ام انك بلات سيري كي لا تحرج الكبرانات. انا يا نذل قولها لك هكذا، يقول لك يا نذل، لكن انت مادام تسبني انا نرد لك بالسبري، انا وليد باب الواد سمعت وشاوي، واللي يضرب كف يردوا له بعشرة، تربينا هكذا رجال، لو ما كنتش هكذا ما رانيش هنا. دونك انت دايرك تكتب باسم مستعار حتى لو واحد اسمك واحد ما يسمع بيك، وانا شو نوريك الشجاعة نقرا لك سؤال تاعك وحتى الشتيمة تاعك اني قريتها. ويعني طلبوني وسيلتين اعلاميتين مغربية أسلوبية عن طريق الواتساب، منهم هاسبريس يعني احترمها كموقع إلكتروني إعلامي، ورديت لهم الجواب، قلت أنا ما نصدقش بهذا الكلام هذا، لأنه النظام الجزائري عندك ما يكفيك باش تحكم عليه بالإعدام 10 مرات في النهار، وعلاش نروح نختلق له كذبة باش زعما اللي واش وين راح نوصل؟ يعني حاب تقول انت باللي هذه حركة تاع الجنوب طالب استقلال، راهي كمال مسار البوليزاريو،
تقدرش تقارنها بالبوليزاريو عندها 50 سنة وانت جاني اليوم تقول لي لا. هاي يا اخوي نقول لك هذاك من المفروض على كل حال المغرب الرسمي ما ينساقش في هذه الحكاية. كل هذاك باقي لا يا مو ندير عندك لا. المغرب الرسمي الماك اللي عنده جمهور وعنده يعني قاعدة شعبية ما مول ما دار مع علاقات ما والو هذا لا لا والما حركة سلمية. تجي تقول لي كاين حركة قتلوا داروا وبدا وعلاش ما تكلمش ولازم تصمت ولا يا بقوقو. طيب نعديو لسؤال واحد اخر تاع هذا عطينا له فوق القيمة ديالو تاع واحد الجمعية ولا اسم جمعية مزغنة في موريال في كندا. الجمعية هذه يقولوا باللي عندهم فرقة أندلسية شيء جميل جدا. إذا كاين يعني الجالية الجزائرية الصغيرة قارنها بالجالية الجزائرية في فرنسا وقدرت تدير لك يعني جوق أوركسترا تاع الفن الأندلسي ما شاء الله هذا الشيء يفرح ونتمنوا نعرفوها وتعرفوا عليها. هذه الفرقة يبعث لي واحد مجهول ما عطاش اسمه ومن بعد نفهم بعد فهمت علاش ما حبش يعطي اسمه يقول لي راك قذفتنا وطيحتنا ودرتنا وطلبوا منك تطلب السماح. يا صاحبي وين طيحت لك وين سبيتك وين سمعت بيك انا؟ وانا رديت له قلت له قل لي وين يعني انا سبيتك وين طيحت لكم ودابا شكونك انت؟ شكونك انت؟ هو السيد كل الحكايه ولا السيده ما على باليش هذا مبني للمجهول. كل الحكايه وانا نفهمه ونقدره ونقول له يعطيك الصحه انك تتنكر للعمل مع عصابة ولاد حرام تحكم في الجزائر وعندك الحق لأنه الفيديو اللي نزلناه ورينا صور تاع حفل داخل مقر لونو المتحدة وقلنا العصابة احتفلت بالعضوية الغير الدائمة في ما ذكرناش وناس تقدر تعاود ما ذكرتش مره واحده اسم جمعيه مزغنه ولا كنت عالم وعارف باللي هالجمعيه كاين في كندا حاجه اسمها جمعيه مزغنه ما ذكرتش الاسم خلاص باش تقول لي راك تي ما ديفامي راك شيش تي ديفامي اكتب اليوتيوب وقل لهم ينحيوا الفيديو يلغيوه بتهمه القذف وثبت لهم وين راهو القذف وين راكم مذكورين او ارفع دعوة قضائية سيدي دير كيما الاخرين. ولكن ما ظنش السيد هذا دارها بهذا الباب دارها لانه ما يحبش يوسخ للسيد هذا يوسخوا جمعيتهم بالتعامل مع عصابة الحرام. قال لا احنا خاطين احنا يا مشينا في اطار اسبوع ثقافي جزائري في الأمم المتحدة وخاطينا هذا الآخر وما عندنا حتى علاقة بالسياسة وما الآخر. احنا نقول لك خويا بارك الله فيك انك تستنكر انك احنا لكم ما ذكرناكش ما قلناش انت الجمعية تاعكم هذه. هو يقول باللي جمعيتنا معروفة يعني كي تصورنا لا والله واحد ما يسمع بكم واحد ما عارفكم. انا يا شخصين من هواة وعشاق الفن الأندلسي ولما كنت صغير من السن 12 سنة حتى لسن 18 سنة وأنا في فرقة أندلسية تأسست في ثانوية الثعالبية في باب الواد القصبة باب الواد يعني جات بقدام سيدي عبد الرحمن ثانوية الثعالبية تأسست لي اسمها الزهرة المطربة وتخرجت منها المطربة نرجس أنا دي أبو شامة اللي كانت بعد نجمة في الفن الحوزي
دونك نعرف مليح ونتبع مليح وعمري ما سمعت بكم وتقول يعني الناس كي يشوفوا الصور يعرفونا. ما نظنش لا واحد يعرفكم، ما نظنش لا واحد يعرف، باش الناس أموريال شو واحد زوج، أما الجمهور الكبير ما نظنش لا. يعني هذا ما تقدرش تقول باللي رانا تكلمنا عليكم انتم، احنا حطينا صور. ودايرا انا قلت لكم علاش ما تروحش لصاحب الفيديو اللي دار الفيديو ونزله، انا خذيت منه وذكرت قبل اني خذيته من عن فلان، من عن الفيديو الفلاني، انا ما نسرقش. اذا الاخ هذا يقول لك اعتذر لي، وعلاش نعتذر لك؟ ما نعرف، ما تعرفني، ما ذكرتك، ما سميتك، وداير ما مش حاب، مش حاب تحط اسمك، ما عرفتك لا مرأة لا راجل، وتقول كوليجيار يعني تلميتو كامل الفرقة هذيك وكتبتو هذا الإيميل قاعد بينا بينا. لا، ولكن الأخ يخاف لو يذكر اسمه، أنا ما نذكرش، كنت حط اسمك وأنا ما نذكروش، قولي ما نذكرش اسمي، ما نذكروش، ما نذكرش اسمك، لأنك تستنكر ونفهم بلي ما يشرفكش أنك مثلا تشارك في حفل تنظمه العصابة الحاكمة في الجزائر، وهذا شرف لك أنك تستنكر هذا الشيء. يقول لك بارك الله فيك، ولكن ما تجيش تقول لي أنا قدمني السماح ورانا كذا ورق قلت بلي جاو من الجزائر. أنا بالنسبة لي فرقة أندلسية تغني في لون متحدة، وشكون راح يقلب لي تجي من موريال ولا تجي من تطاوين لبا ولا تجي من باريس؟ في باريس وما كانش فرقة تاع الأندلس، كاين اسمها مريم بلدي اللي تغني حوزي وتغني شعبي، ودرت معها حوار في قناة أمل تي في، وما قدرش يعني تشكل تعمل جوقة جوقة وأوركسترا تاع في الأندلسي. كان بنات في فرنسا دارين فرقة تاع شعبي، شعبي في مينا، سيبوهم هذوك، سيبوهم شير انترنت، شو ما سيبوكم شير انترنت، مش تقومش مش شير انترنت مع هاوزين تابي مزغنا موريال، واحد ما هو سمع بكم، واحد ما يعرفكم، واحد ما يشوفكم، وإحنا على الأقل ما عرفنا بكم. أنت اللي قلت لكم الماء ذاك ما قولش. إبا هذيك الفرقة اللي شفتوها في لونو شاركت في أسبوع ثقافي، سنقول لك ذات وش قال السيد، ساعتها قلنا بلي راهي شاركت مثلت بطريقة مستقلة الجزائر في أسبوع ثقافي في لونو في 2018، وهذا الفرقة هذه قال لك مثلت الجزائر وعرفت بالتراث الثقافي الجزائري الغني. بارك الله فيكم، ملا يعطيكم الصحة. مانيش عارف لكاين أسئلة أخرى نشوف. انتهى الحكاية، نعديو إلى المواضيع تاعنا ونبداوها بحكاية قسم. ما دامنا في الفن والغناء وإلى على نشيد الحرية تاع المفدي زكريا نعديو الموضوع النشيد الوطني.